رح ننتقل إلى مدينة حلب وأجواء المبادرات والفعاليات الخيرية والفعاليات التطوعية يلي عم يتوجهها عمل مبادرة شهي زفير بمحطات من العمل الإنساني. وللحديث أكيد بشكل موسع أكثر عن هي الأنشطة معنا عبر الهاتف من حلب مؤسس مبادرة شهي زفير الأستاذ منتصر كيالي. صباح الخير أستاذ. صباح النور. صباح الورد. يا هلا، كيف تكون؟ ألو، صباح الخير. يعني أهلا وسهلا فيك أستاذ. بالبداية خلينا نحكي، يعني دائما نشاطات مبادرة شهيق وزفير نحن منلاحظها عنا أو منتابعها عفوا على شاشة الإخبارية السورية، ولكن اليوم خلينا نحكي عن آخر المبادرات يلي قمتوا فيها مع متلازمة داون بملعب الحمدانية. يسعد صباحكم، صباح الخير للجميع، صباح الخير الإخبارية. بالبدايه رح نقول احنا دوما عن شيء كثير رح ينبض نبض مستمر ما حيوقف اكيد. المبادره كانت اخر شيء بالاستاذ الحمدانيه بحلب، كان بين فريقين سوريين، وكان فريقنا نحن الفريق لازم تحب او زميل هما كانوا موجودين، عملوا عرض شو حلو كثير بهالفتره بالذات، كان اكرو فال استمر لمده 3 دقائق. انا ما توقعت حجم الحب وحجم الدعم اللي اعطونا اياه المشجعين او الموجودين، كان صراحه بيني وبينك يعني شيء ما شاء الله، يعني كان حب كثير قوي، كان يعني انا حسيت بالفخر عن جد، كثير كان الفكره حلوه، كانت اني ننزل احنا الفريق متلازمه الحب على ارض الملعب قبل المباراه بتقريبا ب3 دقائق، وكان عملوا شو وعملوا كان عرض كثير حلو، كان له فعاليه وله كان دور كثير كثير صراحه. فيا رب الخير يا رب، وان شاء الله مستمرين بعدة مبادرات بعدة امور تماما. استاذ منتصر، خلينا نعرف ليش تم بالضبط اختيار هي الفئه من الاطفال، خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. انا ما بفكي، انا هدول الفئه هي مغيبه مجتمعيا او بالاحرى الاهالي او في عندي حد ناس دوما في عندهم تنمر للموضوع بالذات، او في عندك اهالي بيخبوا اولادهم ما بطلعوهم على الواقع، فنحن ليش ما نضوي عليهم ونطلعهم بطريقه صحيحه مضبوطه؟ انا 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 برايي الشخصي اذا ضوينا عليهم نحن وعملنا شيء بطلع نحن بنعمل شيء حلو كثير كثير، خاصه ان هن عم بيصيروا على مستوى ابطال اولمبياد على مستوى سوريا، فكان بفتره قصيره كان لهم دور كبير بهذا البطوله ببرلين، كان عندنا كان احنا متسابقه من جمعيه الرجاء عملت حققت مرتبه الرابعه بدراجات اسمها تسكيب تسكيه، فهذا الشيء كثير مهم وكثير حلو اني نحن دوما نضمي عليهم، لان هن فئه مغيبه مجتمعيا، ثاني شيء هن فئه قلبهم طيب، عندهم حب للخير، حب للامور كثيره، فدوما نحن نحب ندعمهم نحن. تمام. يعني انتم عم تسعوا هلا حاليا الى تطويل وتطوير المبادرات الى مؤسسه شهيق وزفير بدنا نشوفها قريبا، خلينا نحكي يعني عن كيفيه هذا التطوير وتحويل مبادرات صار لها يمكن كذا سنه عم تشتغل على ارض الواقع الى مؤسسه. هلا اكيد اي انسان ببلش بشغله صغيره ببلش الفكره بفكره صغيره، بلش من كورونا تحولنا لعدة فعاليات وعدة مبادرات، فنحن ليش ما نكبر ونصير نحن مؤسسه؟ طبعا بلقائنا الاخير مع السيد وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل بوجه له كل التحيه، لاني هو الداعم لنا بصراحه بيني وبينك، فبلقائنا الاخير كان مثمر جدا، وطرحنا نحن الشرح تبعنا وطرحنا العمل تبعنا، فكان مستقبل جدا جدا، فحابين نحن نعمل مؤسسه تشمل اطفال الداون، اطفال التوحد، دوما المؤسسه لها تصنيفين، تصنيف اول وتصنيف ثاني، فنحن ان شاء الله نكون بموضوع التوحد موضوع الداون رح يكون لنا دور كبير بحلب، طبعا مؤسستي ليست بحلب فقط، هي تكون مؤسستي على مستوى سوريا تشمل عده ناس، الاعضاء اللي فيها موجودين مجموعه دكاتره معروفين، مجموعه مهندسين، مجموعه ناس متطوعين، رح يكونوا لهم دور فاعل هذا الموضوع بالذات، رح يكون في امور كثيره، رح يكون في شيء مختلف عن بقيه الجمعيات والمؤسسات، لان نحن دوما بنحب التطوير بنحب العمل، اي عمل مجتمعي رح يكون له دور مهم، كونه اني نحن عندنا فكر حلو نوعا ما. استاذ ما شاء الله يا رب.
استاذ منتصر، خلينا نوقف عند الشيء المختلف يلي ممكن تكونوا عم تحضروا له بالفتره القادمه ومشاريعكم يلي رح تكون جديده بالفتره اللي جايه. هلا نحن من فتره قصيره خلصنا بموضوع اني عملنا طالعنا اطفال لحديقه حيوان، شافوا شيء جديد نوعا ما، هذه يمكن اول مره بنعملها، اللي شافوا بحديقه الحيوان حيوانات مختلفه، اسد، نمر، غزال، كذا 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 الى اخره، فكان هذا الموضوع له دور كبير. فنحن صراحة دوما نحاول نعمل شيء جديد لنحن نكون سباقين عند عدة قصص. هلا نحن رح يكون لنا دور بموضوع اني نعمل لهم دورة تصميم يعني تصميم ملابس والى اخره، رح يكون لهم الاطفال باحدى المراكز، رح يكونوا موجودين هن بهذا التوقيت بالذات لمدة يومين، خلينا نسميها ورشة عمل. يخلص هذا الموضوع بعد ما يخلص موضوع اني تصميم الملابس من ملابسهم هن صمموها يحلفوها بعرض عرض سوق باحدى المطاعم، رح يكون له دور كبير. يعني تصوري في مثلا طفل عم صمم وبده يسوي نفس الوقت، هذا الشيء هذا كلام هذا الشيء سووه سابقا باحدى الدول العربيه بعمان، عملوا اني اطفال صمموا البستون وهن عملوها بعرض ازياء. فنحن دوما نحاول دوما هذول الاطفال ندخلهم سوق العمل، فليش ما انا استفيد منهم بطريقه صحيحه مضبوطه. نعم. فان شاء الله يا رب الحب للجميع ويا رب خير يا رب.